أعظم شيء نملكه هو الدعاء، وما نستطيعه من غيره. الدعاء يستطيع كل أحد. في هذه الأيام أردت أن أنبه إلى هذا السلاح القوي الفتاك الذي مهما عظمت أمريكا وعظم اليهود لن يستطيعوا مقاومته. هناك أوقات الدعاء مطلوب ومندوب ومشروع في كل وقت، لكن هناك أوقات يزداد فيها أو تزيد فيها يزداد فيها رجاء الإجابة. من هذه الأوقات آخر الليل، آخر الليل، أخرج الإمام الترمذي محسنا من حديث أبي أمامة، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع، أي الدعاء أسمع، أي الدعاء أقرب للإجابة، أي الدعاء أسمع، فقال صلى الله عليه وآله وسلم جوف الليل أو جوف الليل. على المصدرية جوف أو على المبتدأ أو الخبر إذا قلنا جوف، آخر الليل في الثلث الأخير من الليل، سهام الليل هذه لا تخطئ. لو أن الأمة الآن وفي هذا الشهر وفي هذه في رمضان وفي غيره التمست رجاء إجابة دعائها في آخر الليل لرأيتم الأمور تتغير في كل شيء. إخوة يوسف لما شعروا بأن أنهم أذنبوا في حق أخيهم قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي. سوف للترتيب المتأخر، بعدين لما قال بعض المفسرين أراد أن يسأل الله المغفرة لهم في آخر الليل. شفقة عليهم يطلب الله تعالى أن يغفر لهم في آخر الليل. كذلك دبر الصلاة في دبر الصلوات المكتوبة، لأن تكملة الحديث ودبر الصلاة المكتوبة المفروضة. الدبر يقول أهل العلم هو آخر الشيء أو يكون في عقب الشيء، يعني في آخره أو بعده، يعني تدعو في الصلاة نفسها وتدعو بعد الصلاة، وتدعو بعد الصلاة. الذين تتبعوا هذه المسألة قالوا جاء في الحديث عند مسلم، جاء في الحديث عند الإمام مسلم، يعني هو حديث صحيح، قال وكان من آخر ما يقول صلى الله عليه وسلم، وكان من آخر ما يقول بين التشهد والسلام. هذا وين؟ في آخر الصلاة، يعني بعد يتم التشهد وقبل أن يقول السلام عليكم، هذا دبر اسمه، حتى الصلاة قام كملتش ويسمى دبرا. وكان من آخر ما يقول في صحيح مسلم، وكان من آخر ما يقول
بين التشهد والسلام الله النبي صلى الله عليه وسلم عليه: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. إذن يقول وين؟ في آخر الصلاة قبل أن يقول السلام عليكم. وفي مسلم أيضا جاء إذا سلم، أي قال السلام عليكم وطلع من الصلاة، إذا سلم قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت إلى آخر الحديث. إذا الحديث مسلم. كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحيانا يدعو به بعد التشهد وقبل السلام، وأحيانا يدعو به بعد السلام. فعلمنا من هديه صلى الله عليه وسلم أن الدبر هنا يقصد به آخر الصلاة قبل السلام، ويقصد به عقب السلام أي بعد السلام عليكم، أي يدعو الله قبل السلام وبعد السلام، فتكون قد دعوت الله دبر الصلوات. وأول الحديث: أي الدعاء أسمع؟ كلنا يصلي خمس فرائض، فلو أن المسلمين جميعا سألوا الله تعالى العلي الأعلى الولي المولى في صلاتهم وبعد صلاتهم، أو مرة في الصلاة ومرة بعد الصلاة، فقمن أن يستجاب لهم. زد على ذلك الدعاء في السجود، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، والله سبحانه وتعالى يتقرب إليه بعكس أوصافه. له صفة العلو، وأنت تنزل فتكون أقرب إلى الله في تلك اللحظة سبحانه وتعالى. فلو أننا يعني عملنا بهذا، وفي هذه الأزمات وفي هذه الأوقات وفي ما يتعلق بفلسطين وبجهاد المجاهدين وبما نشهده في بلادنا مثلا من تربص المتربصين ومن عودة الحرب ومن مؤمن ومن ومن ومن، نرسل الدعاء إلى الله جل في علاه، فهو يكفينا أمرهم، يكفينا أمرهم، وسبحانه يجعل تدبيرهم تدميرهم، ويجعل دائرة السوء ودائرة السوء عليهم سبحانه وتعالى. إذن نملك سلاحا قويا فتاكا فتاكا، كالذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، ودعا به الأئمة. الإمام العادل سيأتي معنا أنه لا ترد دعوته، الإمام العادل. لو أن أئمة المسلمين كانوا على هدي المصطفى وكانوا يطلبون الله والدار الآخرة لكانت دعواتهم مستجابة في تثبيت ملكهم وفي نصرهم على عدوهم، ولكنهم ركنوا إلى أعداء الأمة ونصروا أعداء الأمة ونصروا أعداء الأمة. ولذلك فليبشروا بأن ملكهم زائل، أما قليل يفقدون كل شيء. هذه الآهات وهذه الدماء التي تجري أنهارا في غزة وغيرها، وأنات المرضى وأصحاب الأمراض المزمنة والذين لا يجدون ما ينفقون، هذه تسري بليل تهلك كل حاكم ظالم، وتهلك كل عالم منافق، وتهلك من يؤيد الظالمين من النصارى وغيرهم. وعما قريب ترون
بإذن الله تعالى. لما سأل البرامكة أباهم وكانوا أعزة وكانوا حاكمين في عهد الرشيد، فلما سجنهم الرشيد قالوا له: يا أبانا كنا علية القوم، كنا ونحن الآن في السجون في أضيق مكان. تذكر أبوهم وقال كلمة حق، قال لولده: يا ولدي لعل دعوة مظلوم سارت بليل، يعني ما نحن فيه الآن من المهانة والسجن بعد أن كنا حاكمين بسبب دعوة مظلوم، قال سارت بليل آهات المعذبين والذين يموتون من عدم الدواء وعدم الكساء وعدم الطعام وعدم وهدمت بيوتهم، والذين من شرط تنصيبهم وإمامتهم أن يحموا بيضة الإسلام ويكونوا ولاة حق تجب لهم الطاعة، يدفعون المال في تعذيبهم وفي إسكات من يخشى ولو 1% أن يتكلم. أذكركم إن سمعتم صوتي أو يسمعكم أحد صوتي لعل دعوة قول البرمكي وهو في مهانته وفي سجنه بعد أن كان عليا حاكما، لعل دعوة مظلوم سرت بليل، فكيف بدعوات المظلومين من الأطفال؟ الطفل يدعو عليكم بآهاته وبكائه، والشيخ الكبير بأناته، والعجوز بأناتها، أما الذين يقولون حسبنا الله ونعم الوكيل في ظالمينا وفي أبناء جلدتنا، فهؤلاء أين تذهبون؟ أين تذهبون؟ لذلك أقول للناس اليوم: الدعاء الدعاء في جوف الليل في الصلوات وعقب الصلوات، عقب الصلوات في عند البخاري ومسلم، مسلم من حديث أبي بكر قال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل اللهم إني ظلمت ظلم نفسي ظلما كبيرا أو كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قال لي أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وأخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي حديث معاذ لما أخذ النبي بيده وقال: إني لأحبك لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لو أن كل واحد منا أصاب هذه ما شاء الله تبارك الله، على ذكرك أعني على ذكرك، ولا يذكر الله إلا قليلا، وشكرك وقليل من عبادي الشكور، وحسن عبادتك كما وصفت أمنا عائشة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في حسنها وجمالها. وفيها أيضا في الرواية المشهورة: لا تدعن في دبر الصلاة. وفي رواية: لا تدعن في الصلاة. وهذا يؤيد الأول، أن الدبر آخر الصلاة قبل السلام وبعد السلام، وإذا كان نجمع نحن بين الأمرين ندعو الله بعد التشهد وفي السجود وكذا، وندعو بعد السلام ندعو الله سبحانه وتعالى، ونرسلها أدعية خالصة لله سبحانه وتعالى.
راجين أن يجيبنا من فورنا، وأن يرفع الإصر عن إخواننا، وأن يكفينا أعداءنا، وأن يكفينا ظالمينا، وأن يكفينا المتربصين بنا. لأننا على مقربة من شهر رمضان المبارك، وهو موسم إجابة الدعاء. أسأل الله تعالى أن تنتهي الحرب قبل رمضان، وأن ينهزم اليهود قبل رمضان، وأن يذوقوا مرارة الهزيمة قبل رمضان، ونقول يا من له حق التوحيد، يا من له حق التوحيد، احفظ المسجد الأقصى من التهويد. في رمضان أو وقبله في صيام شعبان، أخرج الإمام أبو الترمذي وابن ماجه الحديث المشهور: ثلاث لا ترد لهم دعوة. سبحان الله رب العالمين، ثلاث لا ترد لهم دعوة، دعوتهم لا ترد. وانظروا الآن إلى حالها معنا اليوم. من هم يا سيدي يا رسول الله؟ قال إمام عادل. ولذلك الحكام والعلماء يا مخترهم، إما أن يكون في أعلى عليين، وإما أن يكون مع فرعون وجماعته، أو يكون في ما لم يكفر هو، ولكن سيكون في عذاب أليم. شوف الإمام العادل: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أولهم إمام عادل. شوف شوف لو أنه الآن ترك زينة الحياة الدنيا والسيارات والمطارات كلها، ترك ذلك كله وهب لنصرة دين الله سبحانه وتعالى، وفاز بالجنة، وعدل في رعيته، وقدم الإسلام على شهواته وشهوات أبنائه ومن يتبعه، وقرب العلماء الربانيين وأبعد المنافقين، والعياذ بالله. إمام عادل. الآن لا ترد لهم دعوة، ثلاثة أو ثلاثة. إمام عادل، والصائم حتى يفطر، والمظلوم. تصور الآن لو أننا أئمتنا كانوا من أهل العدل ورضا المولى الرحمن، الآن لتوفرت الثلاث في حرب فلسطين. يدعو الإمام العادل، ويدعو الصائمون، ويدعو المظلومون، ثلاث لا ترد لهم دعوة. نستطيع أن نكون الثلاثة، لكن إن لم يكن هناك إمام عادل، بقي الصائمون وبقي المظلومون. قصرت يا من لم تعدل، يا من بعت آخرتك بدنياك. في رواية تقول، هذه الرواية الأولى اللي قريت عليكم: والصائم حتى يفطر، أي في ظرف صيامه، في ظرف صيامه من الفجر إلى المغرب. في رواية ثانية: والصائم حين يفطر، أي في وقت الفطر. ولذلك أقول للناس عند الفطر التمسوا الدعاء من الله سبحانه وتعالى، فإنه وقت إجابة، في صيامكم في غرف النهار وعند الفطر، تماما كما في قصة الصلاة، في الصلاة وبعد الصلاة. لأن هذه الفرائض عودنا ربنا سبحانه وتعالى أن يستجيب لنا بعدها الدعاء، أن يستجيب الله بعدها دعاءنا، بعد الحج، بعد رمضان، بعد العمرة، بعد الصلاة. هذا
معروف ومستقرأ من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. لعل الله تعالى أن يوفقنا جميعا للدعاء. سلاح فتاك، لا نووي ولا ترسانة ولا مركافة ولا مش عارف ايه ولا طائرات أواكس ولا حرب نجوم ولا حرب مش عارف وين ولا ما يأتي به الغرب. الله تعالى أخبركم وعلمكم كيف قتل أبرهة بالطير الأبابيل، بحصاة ينقلها الطير. هل لهم أن يصنعوا مثل ذلك؟ يتفجر كل شيء بحصاة. أخبركم بقتال الملائكة، أخبركم بقتال الريح، بقتال الشجر والمدر، بقتال كل شيء. إذ من خاف الله خوف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله خوفه الله من كل شيء. وهذا هو الواقع. خاف أئمتنا على عروشهم، لم يخافوا الله وخافوا البشر، فخوفهم الله من شيلانهم وعقالاتهم وقراويتهم. وإذا خافوا الله خوف الله منهم كل شيء. لما أخبرت لما أعملت المسألة بتاع التخويف بتاع اليهود، عندهم عيد يدوفا ولا برنامج، كل واحد يخرج في صورة مرعبة. هذا العام خرجوا عليهم بصورة السنوار، أصبح السنوار حفظه الله تعالى بعبعا للياهود، يأتيهم في مناماتهم وأينما توجهوا.